مرحبا بكم مشاهدينا في النشرة الثقافية. تزودت المكتبات الجزائرية بكتاب قيم وغني للكاتب والمجاهد الجزائري الهاشمي العربي. الكتاب الجديد يحمل عنوان يوميات جزائري سعيد، حيث أسرد فيه المجاهد الكبير جزيئات كثيرة من يوميات جزائري بسيط عاش أيام صعبة بسبب الظروف التي كانت تعيشها الجزائر أيام الاحتلال الغاشم. كما وجه الكاتب نداء إلى الشباب الجزائري للتقرب من هذا الإصدار الجديد ومطالعته نظرا للمعلومات الكثيرة التي يتضمنها. زهيدة ثابت عدت بالتفاصيل. رأيت من الواجب أن أترك للأجيال الآتية شيء مما عشت أنا ومما عشناه إثناء هذا القرن هذا، لأن المكتوب عن الأشياء الخاصة غير موجودة. يتكلمون عن الأدباء وعن الفقهاء وعن القضاة وعن النحويين، أما عن الشعب نفسه لا يعرف أحد كيف عاش الشعب وكيف كان يتكلم، ماذا كان يتكلم الجزائريون في القرن مثلا 17. تنصح الشباب يقرأوا الكتاب؟ أنصحهم نصيحة، يعني أؤكد على هذه النصيحة. كما تحدث صاحب كرونيك دناجيريان اورو عن إصداره الجديد الذي يخص أحد كبار المجاهدين الجزائريين الذي يعرفه عن قرب. عندي كتاب يخرج بعد قليل واسمو دبيح شيف، واسمو لولتيم باتاي دالجي، لان على بالك نهار جاو العسكر تاع فرنسا حبسوا ياسر السعدي في ديدو وخلصت. من بعد جاء انسان يقول له دبيح شريف كان يقدر يا في ديدو كيما الاخرين، قالوا له واش تحب نعطيوك فرانسيس، قالوا نعطيوني انايا. بعث لهم اربعه ولا خمس منبات، قتل خمسه ولا سته وخرج لهم هو ورام الله يرحمه بالسلاح وسب له روحتهم. هذه ما كانش امثله كثيره بهذه الطريقه هذه في الثوره الجزائريه كلها. من جهته كشف منتج الكتاب عن مشروع ترجمته يوميات الجزائري سعيد إلى العربية نظرا لما يتضمنه من أخبار مهمة ومفيدة للجيل الصاعد، بالإضافة إلى تهافت الجمهور على المكتبة لاقتناء هذا الإصدار الجديد. هذا الكرونيك دانا جاني أورو راح نمدوه لإنسان مترجم يعني ذو مستوى عالي باش يترجموا اللغة العربية، باسكو هذا لابد منه. المقروئيه اليوم القراء راهم اغلبيه باللغه العربيه، ومهم جدا باش نتعرف على مذكرات السي الهاشمي العربي اللي هو كتاب مهم جدا باسكو هو يروي حياته لو باركور تاعو مشوار كبير، ويحكي على صغره على جدوده على كيفاش عاش من قبل الثوره بعد الثوره، كيفاش تلاقى مع سي عبد الرحمن الجيلاني الله يرحمه، كيفاش تعلم عليه حتى وين ولا هو يعيط له ولا دير روحي سون في سبيريتويال. وهو عاونه باش مشى لتونس الزيتونه وين قرا وين عاش والناس اللي عرفهم بعد الاستقلال كي دخل كاطار سامي في الدوله الناس اللي هضر معاهم دونك هذا الشيء مهم جدا باش يترجم الى اللغه العربيه، هذا مهم جدا. وحنايا نو تونون بوكو لو تخادويغ ا لا لونغ فرونسيز ا لا لونغ عربي. هذا الكتاب كان اقبال عليه يعني بزاف، والناس اللي جاونا يعني ما قلتش يعني الجزائريين يجيو لهنا بهذا الصفه ورايحين ان شاء الله من اول فوق الكتاب واحد اخر تاعو يهضر على الدبيح الشريف، ان شاء الله رايحين نديروا عليه ديديكاس هنا في ليبري لا رونيسانس في ريال الفتح. وفي ذات السياق عبر صاحب مكتبة النهضة برياض الفتح عن اهتمام الجزائريين بالمطالعة، كما كشف عن أهم الكتب التي يبحثون عنها خاصة ونحن على أبواب الطبعة الجديدة للصالون الدولي للكتاب. زهيدة ثابت ثانية. أفون كانت شوية يعني القراءة كانت شوية، ولكن الآن يعني الجزائريين فاقوا، راني نلاحظوا الاولاد تاعهم يجيو معاهم ويشريو لهم كتابات، يعني ماشي كيما زمان يولد وليد وقرا ولا ما قراش، مي درك الجزائريين
يعني الحمد لله رانا نشوف فيهم يعني راهم يتبعوا ولادهم في الثقافه في القراءه. وش هي اهم الكتب المطلوبه اللي يجوا يقراوها؟ شوف كيما باش نهضروا على لا جوناس، لا جوناس تقريبا يقراوا ليتيراتور هذون كيما بون كيما مولود فرعون كيما الاخرين باغ اكزومبل لي زادولت ياسمينه خضراء، كاين بزاف امور يعني العناوين اللي راهم يقراوهم. الكتب الادبيه ولا التاريخيه؟ الادبيه والتاريخيه سورتو لي زانسيان الكبار يقراو كتب تاريخيه بزاف. توفيت الفنانة الجزائرية سوريا كينان في أحد مستشفيات في بلدة صغيرة في منطقة أليكانتي بإسبانيا بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر يناهز 55 سنة، حيث أعلن رئيس جمعية كازا الخيرية وفاة المغنية الجزائرية سوريا كينان. شاركت الفنانة الوهرانية في 1979 في برنامج ألحان وشباب بأغنية الحاجرة بحدرية صاحبي تنتوب في الكثير من المهرجانات والحفلات سواء في الداخل أو الخارج، وخاصة في إسبانيا التي كانت تقيم بها منذ سنوات. يذكر أن سوريا كينان واحدة من أكثر من مثل الأغنية الوهرانية، وتعتبر ذخيرة الأغنية الشعبية على غرار ألبومها زين الزين الذي شاركت فيه بأغنية مع المرحوم حسني والشاب أنور في أغنية بير زمزم قبل أن تهاجر إلى إسبانيا. توفيت سوريا كينان في الغربة، وسيتكفل الديوان الوطني للثقافة والإعلام بنقل جثمان الفقيدة إلى الجزائر ليدفن في وهران، رحمها الله وأسكنها فسيح جنانه. يعتبر الخط المعماري الجزائري اكتشاف الفنان والشاعر محمد هديمي الذي يطالب وزارة الثقافة باعتماده كخط جزائري خوفا من السرقات التي مست كل الجهات. زهيدة ثابت والتفاصيل. المعماري الجزائري، الخط المعماري الجزائري ليه خط معماري له علاقه بالهندسه المعماريه، واضح. وشوفوا لهنا تشوفوا ايوه ممكن تشرح لنا هذه إيه. نعم شوف لهنا طبعا هذا خدمته لقناه النهار محبوبات الجماهير، هذه لكم تشوفوا ها هو الالف واللام ها هو النون ها هو الالف انها سيدي يعني هذا الخط هذا يلزم كي تجي ماهوش كيما الخطوط الاخرى الثلث الرقعة الديواني كلها مسطحه طلع مسطحه، لكن هذا له علاقه بالهندسه المعماريه، يعني نستطيع ان نحوله الى بنايات مختلفه في الانماط حتى لناطحه السحاب. هذا هو لطري تاع محمد. هذا هو لطري. هذا هو هنايا. هذا هو من الادوات اللي تستعملهم. هذو الادوات بسيطة جدا، يعني كاين هنا تاع هذاك تاع الأطفال يشروهم أطفال المدارس تاع الابتدائي. هذو سيدي ماتيار شنو تاع لاسين، خلاص ما كاش الوسائل نحبس ما نبحث ما نخدمش، إذا أنا ماشي جزائري. الجزائري عنده إرادة. هكا هذا هي الورشه كم تشوف متواضعه جدا، هذا هو المكان اللي تقعد فيه باش تدير ما نقعدش لانه نوقف الشغل يحتاج لوقه لازم نوقف. هذه راك بديت تستعمل فيها بديتها ولا ايه؟ لاني بديتها قريب نكملها هذه، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين النبي نتاعنا صلى الله عليه وسلم. تبدا بالكريون دير المخطط بالكريون بعد دير لافين. نشوف المخطط بالكريون ومن بعد نبدا بالالوان نشوف هنايا هو المنظور، راك تشوف هذا مربع في المنظور ولكن رايح، هذا ثماني في المنظور لانه وهذه الا صح الخطوط كلها مشتقه من بعضها، لكن محمد هديمي بان يعني مش بان الشاب يعني مانيش عنديش نقولوا تاريخ فني معروف وكذا، يعرفوني بعض الناس يعرفوني كشاعر فقط من قبل ومن بعد كمسرحي يعرفونيش ولكن قلت لا انا ندير مخالف للمألوف ومواكب للعصر، انا فانتم الان ترون الخط المعماري
مواكب للعصرنة ومخالف للمألوف. ولكن الخط المعماري الجزائري يجب على الذي ينفذه أن يكون رسام. مستقبلا سأركز على المجسمات، أركز عليها يعني يكون عندها بلي نورم تاع لي زارشيتك بروفيسيونيل. أنا أقول للسلطات العليا في بلادي أن هذه السلطات هي كفاءات جزائرية، هي إطارات جزائرية نفتخر بها ونعتز بها. يعني أقول لهم هذا الخط جزائري 100%. أريد الاعتماد، اعتماد هذا الخط كخط جزائري. أنا ما نقراها. شوف الأخت زاهدة هي اللي تقرأ، موالفة تقرأ الخط المعماري وتفكه بسهولة، هي تقرأ واش مكتوب هنا. هل نقرأ هنا المكتوب يعني هذيك ثابت زاهدة. زاهدة ثابت، قريتي اسمك. تفضلي بنتي. سيتم في شهر نوفمبر القادم إعطاء إشارة انطلاق تصوير فيلم تاريخي حول مسيرة الأمير عبد القادر من إنتاج جزائري أمريكي، وقد أمضى العقد كل من الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي وشركة سينما الحرة المتواجدة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وسيبدأ التصوير لهذا الفيلم في نوفمبر القادم في الجزائر، وسيقوم بإخراجه المخرج والمنتج شال بورنات. أما السيناريو فقد قام بكتابته زعيم خنشلاوي. عبد القادر المن الوطن فزدني يا عز. بالرقصات الفولكلورية المعروفة بولاية غردايا، الفولكلور الغرداوي هو تراث أصيل يحيي التراث الأمازيغي الذي وجد منذ القدم، وهي فرقة خاصة لتراث جزائري متكونة من 15 شخص، وتجمعهم الرقصات مختلفة التي تبهج كل المتفرجين من خلال رقصاتهم الفولكلورية المختلفة، حيث لكل رقصة دلالات ومعانيها وحتى لباسها، ويعتبر رمز من رموز المنطقة. الأبيض لشيوخ والمزركش لشبان، وحتى الأطفال لهم مكانة والذين يعطون رونقا خاص للمجموعة. تفاصيل أخرى في ميكروفون من المجرب. هذه الفرقة هذه هي من قبل الاستقلال، هي من قبل الاستقلال كانوا جدودنا يخدمون يعني يلعبوا البارود، ويعني كما قال شادك هذه تورا من الاستقلال. كي جات الاستقلال هذه هي اللي في ساحة السوق هزينا العالم الجزائري بهذا الزرنا هذه والقرابيلة هذه. احنا ماذا بينا نحيو التراث كما راهي هذه البلدية الجزائر الوسطى، نحييهم ونشكرهم على يعني مبادرة اللي راهم يديروا فيه، راهم يحيوا التراث. الفولكلور اللي كنا نديروه كان عندنا أقدم، وكان عندنا يعني رقصة الواد، كي جينا الواد يعني الرقصة نتاعو زي، وكي عاد الفرح نتاع يعني عرس زي، يعني كل حاجة عندها معنى. نظرا باللي احنا ما نكلموش يعني ما نلعبوا غير بالموسيقى، سامحيني غير بالموسيقى، ولهذا كل حاجة عندها طابع، يعني كل أغنية كل إيداء عنده طابع، يعني الطابع نتاعو يعني كيما راكم شفتوه الوقت كاين الوقت اللي نضربوا فيه البارود. يعني على سبيسال التروبلاطور وصحاب الناس غردايا. لا هي التراث غردايا. هي التراث وادي مزاب، هي التراث غردايا وادي مزاب، يعني احنا هذه هي التراث نتاعنا. أرجعت المغنية نوال الزغبي بأن سبب تأخر إنزال ألبومها الجديد وتسجيل أغانيها الجديدة إلى الحزن الشديد الذي تشعر به بسبب الوضع السياسي والأمني في بعض الدول العربية. وأضافت نوال الزغبي أن الوضع السياسي بمختلف الدول العربية لم يتح لها الانتهاء من اختيار وتسجيل بعض الأغاني التي تتمنى ضمها لألبومها القادم. كيف ما بتغلبك فيهن، كيف إلك شلادي ومرون بتحاكيهن، ليش ما بتوفر أحساسك وبتتقل وبتكمل إحساسك وبتتقل وبتكمل إحساسك بنات العالم.
دفع أمير عربي لم يعلن عن اسمه وجنسيته $500,000 في مقابل الجلوس مع الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت لمدة 15 دقيقة فقط. ونقل موقع إلكتروني الخبر مشيرا إلى أن اللقاء بين بطلة سلسلة تويلايت والأمير استمر لربع ساعة مقدرا سعر الثانية.